محتوى هذا الفيديو راح يتضمن يومياتي. هذه اليوميات راح اخليكم بيها وايا شغلات مهمة وايا مواضيع ممكن انت او اطفالك بالمستقبل تحتاجوها بهذا البلد، مثلا الهجرة واللجوء، الاقامة بالمانيا، العمل، المجالات الترفيهية، التعليم هنا بالمانيا لانه التعليم كلش متنوع. اذكركم هواية مواضيع وحسوي جولات ان شاء الله كلش حلوة. هذه الفيديوهات سوي سبسكرايب شير ولايك للصفحة حتى يجيك المحتوى باسرع وقت ممكن ولا يفوتك اي فيديو. بس والله صارت زينة. زين اهم فتشي انه ما قعدنا احنا ولا شيش. هذا يعتمد طبعا الريحه، يعني ما اريد اسولف لكم الريحه، يعني فتشي مخيفه مخيفه. ذكرتني ذكرتني طبعا شنو هاي السالفه. الله ود منطقتي كنا دائما نقعد نشوي للصبح. للصبح نقعد نشوي والله، بالثنتين بالليل نبلش.